طب وعلى المستوى الشخصي بقى تلاقي الناس عايزه تعرف جدلك اتجوز خلف يعني؟ اه طبعا جدله متجوز ومخلف، عندي 4 اولاد ما شاء الله. الكبير خريج او هيتخرج السنه دي من كمبيوتر ساينس جامعه بريطانيه، بيلعب كره ميه، كان في الاهلي بس نقل الموسم السنه اللي فاتت على الصيد. البنت في كليه هندسه، عم قسم عماره في سنه ثالثه، بطلة أفريقيا وصاحبة رقم مصر وبطلة عرب في ألعاب القوة في رمي القرص. لا انت تجيلنا بقى، جميل. دي لازم تجيلنا هنا، بطلة النادي الأهلي طبعا. هي تعلمت الرياضة، كلهم الحقيقة لعبوا الرياضة وتعلموا الرياضة جوه سور النادي الأهلي. والولاد الصغيرين ابتدوا رياضة في سن يعني صغير بس ما كملوش. ربنا يفرحك بيه. هتعمل معاهم في حال ما لو حد منهم حب الفن او حب ان هو يكمل في الرياضه، هتعمل زي ما اتعامل معاك من الوالد ان انت تخاف عليهم ان هم الدراسه تتاثر سواء بممارستهم الرياضه او للفن؟ يعني هو في منهم عنده الحقيقه الميول، ودي بالنسبه لي مشكله، يعني ان انا بقعد افسر هو اللي داخل لي بيه ده يعني ده تمثيل ولا بجد، يعني بقعد اركز. يعني في عبد الله في ثانويه عامه، بس عبد الله الكاركتر بتاعه كاركتر ممثل يعني مش كاركتر وهادي، وفي التقطيعه بقى بتاعت كلامي بس كملت معايا يعني هي لحد دلوقتي مكمله، وهدوء وبارد، فيعني انا اللي اعصابي بتتحرق. بس هو قال لك عايز امثل؟ والله الحقيقه لو يعني مش عارف، بس يعني لو عايز يمثل وفي القدره يروح انا اكون سعيد طبعا. الفن رسالة طبعًا. رسالة كبيرة طبعًا. وأي حد يتمناها طبعا. على الصعيد بقى العملي حاليا، طبعا احنا عارفين انت بتعمل مشروعات مع يعني الدولة وغيره، لكن هل بقى انت برضو قدام محتاج ان انت تكمل يعني نظرتك للمستقبلية من ناحية العملية بقى؟ والله نظرتي المستقبلية من ناحية العملية، خلينا بنتكلم على ما يحدث الآن في البلد. الحقيقة ما يحدث الآن في البلد هي طفرة بكل المقاييس، طفرة ما كانش العقل يتوقعها. يعني أنا ابتديت حياتي العملية من سنة 94، والطفرة اللي حصلت في ال5 سنين اللي فاتوا احنا ما شاهدناهاش قبل كده. تحس البلد اتبنت بالاول، اتبنت بالاول يعني بداية من البنية التحتية، لقيت اتبنتها من الاول خالص يعني من الصفر. ده حقيقي، ده حقيقي. وفي رؤية، في رؤية واضحة من الجهة السياسية العليا والجهات اللي تحتيه انه ازاي هنقدر نخدم الشعب او نقدر نوفر للشعب حياة كريمة. ان احنا كان املنا الوحيد انه الشعب ده يتعلم كويس، يتعالج كويس، ويسكن كويس، وهي دي اللي موجودة على ترابيزة القيادة السياسية تقريبا كل يوم بنتناقش فيها. احنا شايفين الطفرة بتاعت البلد، محاور رئيسية بتتفتح، إنشاءات في كل المجالات معمولة سواء كان صناعي أو سواء كان تعليمي أو صحي أو سكني، وخدمة المواطن. يعني المواطن اللي كنا بنشوفه زمان اللي هو تحت حد الفقر أنا مش شايفه دلوقتي، ودي بالنسبة لي أنا إنه البلد بتتبدل، بتتغير تماما. على المستوى الشخصي، اني اكون موجود ضمن المنظومه اللي بتشتغل في حاجه زي كده ولو بحاجه صغيره او ولو بمشاركه صغيره، شرف كبير لاي حد انه يحط ولو بذره صغيره في المشروعات الكبيره اللي بتتعمل دي دلوقتي. وكمان الجهاز الحقيقه او الاجهزه كلها بتساعد انه المجموعه اللي شغاله معاه تبذل قصارى جهدها علشان تقدم احسن شغل في اقل وقت وبصوره مشرفه. جميل جدا، كل التوفيق، كل التوفيق يا باشمهندس ان شاء الله.